تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وحياكم الله معانا في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهراء. مستمعينا، قبل نخوض في غمار هذه الحلقة وأيضا التفاصيل الموجودة عندنا في هذه الحلقة، خلونا نطرح عليكم سؤال حلقتنا اليوم. السؤال يقول: من علامات استعداد طفلك للفطام؟ 1- جلوسه دون مساعدة. 2- مراقبتك أن الطفل يراقبك أثناء تناولك للطعام واهتمامه، أم عدم تقبله للطعام؟ 1- جلوسه دون مساعدة. 2- مراقبة الطفل للأم أثناء تناولها الطعام وإبداء الاهتمام في ذلك. 3- عدم تقبله للطعام. وبما أن الجماعة من بداية الحلقة أصلا شغالي سوالف، ما أدري إذا سمعتوهم ولا وبدوا يكحون، فخلوني أعرفكم بضيوفي في حلقتنا اليوم. عندنا في بداية الحلقة ومثل ما أنتم متعودين معنا الدكتورة وفاء عايش، مدير إدارة التغذية العلاجية والتغذية السريرية في هيئة الصحة في دبي. حياك الله معنا دكتورة. وأيضا ضيف جميل زين حصلناه الأستاذ عبد الله جمع، مدير الشؤون الإدارية في مركز دبي للسكري في هيئة الصحة بدبي. حياك الله معنا أخي عبد الله. طيب أنا برجع لكم وبتكلم في الكثير من المواضيع، لكن قبل هذا خلوني بس أخذ المستمعين في جولة سريعة. نسيت أخبركم السؤال، طرشوا الإجابة مع الاسم الثلاثي على الرقم 4006 4006، وإن شاء الله بيكون معانا رابح بجهاز لوح ذكي مقدم من إدارة تقنية المعلومات في هيئة الصحة بدبي. مستمعينا، اعتمد مجلس الوزراء مبادرة معايير توحيد ترخيص الأطباء واختصاصيي الرعاية الطبية على مستوى الدولة، والتي تضم كافة الإجراءات والضوابط والمتطلبات لتحقيق مبدأ الشراكة في القطاع الصحي بالدولة، وذلك ما بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات الصحية المحلية، ومما سيسهم إن شاء الله في استقطاب الكفاءات الطبية للعمل في القطاعين وتسهيل انتقالها وتبادل الخبرات بينها وتوحيد إجراءات الترخيص بمختلف التخصصات. هذا كان الاعتماد بالأمس من خلال مجلس الوزراء. أيضا مستمعينا، اليوم موضوعنا الرئيسي نحن نتكلم فيه عن السكري، لكن قبل نتكلم عن السكري ونخوض في هذه التفاصيل، خلونا نطرح معاكم بعض المواضيع أو ندخل في الموضوع على طول، شو رأيكم؟ لا ندخل في الموضوع على طول، موضوع شيق وجميل. جميل. إذن يعد مرض السكري أحد أكبر المشكلات الصحية التي تواجه دول العالم، خصوصا مع تزايد عدد الأشخاص المتعايشين مع المرض، مع مرض السكري، 4 أضعاف تقريبا منذ عام 1980، ليصل إلى 422 شخص من البالغين يعيش معظمهم في البلدان النامية، وفق ما أعلنته منظمة الصحة العالمية أخيرا. مستمعينا، هيئة الصحة في دبي توري خطط وبرامج الوقاية والعلاج من مرض السكري جل اهتمامها، كما ترصد حزمة من المبادرات للوقاية من هذا المرض وجميع الأسباب المؤدية للإصابة به، مستندة في ذلك على الكفاءات الطبية المتخصصة التي يزخر بها
مركز دبي للسكري الذي أصبح بإمكانياته الهائلة وتجهيزاته المتطورة مرجعا شاملا للوقاية والعلاج من مرض السكري على مستوى منطقة الشرق الأوسط، كما أصبحت له بصمته الخاصة في مجال البحوث والدراسات. هذا الأمر خلى هذا المركز أحد أهم المراكز الرائدة على مستوى المنطقة، ولا سيما مع مناخ الاستشفاء الراقي اللي وفره هذا المركز. طبعا نحن من نعرف شو هذا المناخ وشو هي تفاصيل هذا المركز وشو الخدمات اللي يقدم هذا المركز، عبر ضيفنا في الاستوديو الأستاذ عبد الله يمعة، مدير الشؤون الإدارية في مركز بيت السكري. أستاذ عبد الله، ياليت أول شيء يعني ما أدري مبارك عليك الشهر، نقول الله يبارك في حياتك، يعني مقدم من العيد. الله يسلمك، الله يبارك في حياتك. طال عمرك، يا ريت تعطينا فكرة عن هذا المركز. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية شاكر لك على الاستضافة الجميلة، وأنا الصراحة يعني أكون سعيد جدا يوم يتيني مكالمة أو الاتصال يعني أني أتكلم عن مركز دبي للسكري، لأن من المواضيع الشيقة والجميلة أني أتكلم عن المركز وعن خدماته. مركز دبي للسكري هو أحد المراكز المتميزة، المراكز المتخصصة في هيئة الصحة بدبي، ومركز متكامل، مركز شمولي، مركز فقط يقدم خدمة للمصابين بداء السكري. اليوم مركز دبي للسكري مثل ما قال معالي القطامي رئيس مجلس الإدارة ومدير عام هيئة الصحة بدبي في آخر زيارة، أن نحن في الإمارات لابد أن نفتخر بوجود مركز مثل هذا، مركز يعني يعمل على معايير دولية، ومركز ذكر قال أنه ما في مثله فيه لا في الإمارات ولا في دول الخليج ولا حتى في المنطقة. نحن اليوم نؤمن أن الإنسان المصاب بداء السكري لا يمكن ولا بأي حال من الأحوال أن يتم علاجه فقط مع الطبيب، مهما كان الطبيب مؤهلاته العلمية، لأن الطبيب على أساس أنك أنت تعالج الإنسان المصاب لابد أن يكون معاه فريق طبي متكامل. فهذا هو النهج، وهذا هو الـ 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 يعني الفلسفة اللي يتميز فيها مركز دبي للسكر عن أي مركز آخر موجود سواء في الإمارة أو حتى في أي مكان آخر. فالبرنامج أو المنظومة العلاجية اللي موجودة في مركز دبي للسكري تعتمد على برنامج فريق طبي متكامل، فيتم يعني نحن اليوم نؤمن أن المريض الإنسان المصاب، حتى نحن ما نحب نقول أن مريض، دائما نقول الإنسان المصاب بداء السكري أو حامل أو يعني مصاب بالسكر، يعني يتم علاجه، يعني نحن حتى ما نقول علاج، نحن نقول إدارة حالة، لأن هاي يعني إدارة حالة الإنسان بشكل ذاتي. فالفريق الطبي المتكامل هذا يعمل بشكل إدارة الحالة، فالطبيب له دوره الخاص من ناحية التشخيص، من ناحية العلاج وما شابه ذلك، فيأتي الأعضاء الآخرين في فريق العمل هذا، كل واحد له دور أهم من الثاني، سواء أخصائي التغذية، أخصائي التثقيف الصحي، أخصائي فحص شبكية العين، أخصائي العناية بالقدم، وأخصائي التمارين الرياضية، وأخصائي النفسية. فهاي كلها في النهاية مثل ما ذكرت يعني تخلق نوع من الـ 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 البرنامج العلاجي المتكامل اللي يحتاجها الإنسان المصاب بداء السكري. جميل. أنا بستكمل تفاصيل هذا الحوار عن يعني مركز دبي للسكري، وأيضا ما أتطرق مع الدكتورة وفاء لبعض الأمور الخاصة بالتغذية لمريض السكري شو. لكن بعد ما أوقف مع هذا الفاصل القصير، قبل الفاصل نذكركم بسؤال الحلقة اليوم: من علامات استعداد طفلك للفطام هو جلوسه دون مساعدة أم إبداء الاهتمام أثناء مراقبتك أثناء تناولك الطعام أم عدم تقبله للطعام؟ الإجابات على 400
6 مع الاسم الثلاثي. أيضا مستمعينا اللي عنده أي مداخلة يبغي يتواصل معنا في البرنامج ممكن يتصل على الرقم 600-55-1414 بعد الفاصل، ما نستكمل حوارنا عن مركز زبيد للسكري وأيضا ما نتناول كافة الجوانب المعنية بمرض السكري، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة. قبل الفاصل طرحنا عليكم سؤال حلقة اليوم، السؤال يقول من علامات استعداد الطفل للفطام هو، أو من هذه العلامات جلوسه دون مساعدة أم مراقبته للوالدين أثناء تناولهم الطعام أم عدم تقبله للطعام؟ ارسلوا لنا الإجابات على 4006. أيضا أرجع وأرحب بضيوفي في الاستوديو، دكتورة وفاء عايش مدير إدارة التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي، حياك الله معنا الدكتورة، وأيضا أستاذ عبد الله جمعة مدير الشؤون الإدارية في مركز دبي للسكري. موضوعنا اليوم دكتورة نتكلم عن السكري. طيب قبل لا أرجع حق المركز مرة ثانية خلينا بس ناخذ بعض المعلومات العامة اللي يجب على مريض السكري أن يعرفها أثناء تناوله الطعام في يعني فترة الفطر إن شاء الله. في رمضان قصدك؟ في رمضان هي بعدنا نحن في رمضان باقلنا أسبوع إن شاء الله. كل عام بخير مسبقا. أول شيء بحب أرحب عبد الله وأقول له أنه فعلا يعني اللي إحنا نتكلم عنه هو مثال حي مطبق في مركز السكري، وهو المالتي ديسيبلينري تيم اللي هو فريق العمل المتكامل حتى يحصل الكلاينت خلينا نقول العميل على أفضل ما لديه من علاج وإدارة للحالة زي ما تفضل عبد الله. هلأ مريض السكر النوع الأول اللي هو معتمد على الأنسولين، أهم خطوة في عملية الإفطار أو السحور حساب كمية الكربوهيدرات إذا سمح له الطبيب أنه يصوم مع نظام الأنسولين المتبع، بحيث أنه الكمية الأنسولين التي تؤخذ تغطي تكون كافية لتغطية حاجته من الكربوهيدرات اللي يأخذها خلال الفطر أو خلال السحور الإفطار أو السحور. ويراعى في ذلك دائما أن تكون عملية تناول الكربوهيدرات المعقدة المركبة اللي هي مثل اللي فيها الحبوب الكاملة، اللي يبتعد عن السكريات الأحادية، يبتعد عن الأطعمة اللي ما تكون الجلاسميك اندكس تبعها مؤشر سكر تبعها يكون عالي، دائما متوسط الى قليل، حتى يكون عنده اداء افضل ويقدر خلينا نقول يصوم بطريقه صح. لانه مريض السكر نوع الاول اهم شيء فقط حساب الكربوهيدرات، شو النوع بالعكس في له طريقه في التعامل مع الاكل وما في دايت معينه، هي فقط كم كربوهيدرات بيدخل. النوع الثاني محمود وهو اللي بيكون عندهم عادة سمنة بيعتمدوا على الحبوب أكتر وممكن يدخل الأنسولين أحيانا، ولكن حسب الرجيم اللي بيعطيه الرجيم الدوائي خلينا نقول اللي بيعطيه الطبيب أخصائي التغذية بيفصل الحمية للمريض على أساسها، وبالتالي الأساس بيكون هون مبدئيا حساب السعرات الحرارية مع الكربوهيدرات، مش بس الكربوهيدرات، الدهون اللي بتدخل لأنه كله بيعطيك كالوريز، وهو إحنا الأساس أنه ننزل الوزن حتى نقدر نسيطر على السكر نوع ثاني. جميل. عبدالله نرجع حق المركز وأيضا بتكلم على الدراسة عن نسبة رضا العاملين في المركز وأيضا نتائجها اللي طلعت، فتخبرنا بس عن هذه الدراسة اللي طلعت وكم وصلت النسبة. بالنسبة للدراسة رضا المتعاملين اللي تم عملها طبعا على مستوى هيئة الصحة بدبي، نحن يمكن للسنة الثالثة على التوالي أعلى نسبة رضا عام بالنسبة لهيئة الصحة اللي هو في مركز دبي للسكري اللي هو 95%. ولكن يعني
في أيضا هناك تفاصيل أخوي محمود، تفاصيل بالنسبة للدراسة اللي هو يعني سوينا نحن دراسة بالنسبة لسهولة إتمام الخدمة. نحن اليوم في مركز دبي للسكري، أول مركز يمكن في الدولة أو على مستوى أن يتم عمل الفحوصات اللي يحتاجها المريض قبل لا يدخل عند الدكتور. بالمتعارف أنك أنت تدخل عند الدكتور ويتم تشخيصك، من بعدها يتم الدكتور يطلب لك الفحوصات الدم على أساس أنه يعرف النتائج يعني حق الزيارة الثانية. ولكن في مركز دبي للسكري أهم فحص اللي هو ياخذ تقريبا في المستشفيات الثانية 48 ساعة، في مركز دبي للسكري يتم عمله خلال 7 إلى 10 دقائق، اللي هو فحص السكر التراكمي الHbA1c. فهذا الفحص طبعا يعطي كثير من الدلائل وكثير من العلامات، يسهل على الدكتور أنه يعني كيف يشخص الحالة. طبعا بالإضافة إلى الفحص الوزن والطول والضغط إلى ما شابه ذلك، فهذا شيء مميز أنه يعني المريض يدخل عند الدكتور مجرد ما يلس على طول النتائج هاي تكون موجودة في السيستم. فهاي يعني جانب مهم. أيضا المركز خذ تقريبا 95% نسبة الرضا. أيضا عندنا نحن وهذا أيضا يعني اللي يعني يميز مركز دبي للسكري، الثقة بين المتعامل الإنسان المصاب بالسكر وبين فريق العمل. أنا دائما أقول في أي محضر في أي لقاء أن مركز دبي للسكري يعتمد على 3 محاور أساسية في كل العمليات والإجراءات والسياسات اللي نحن نعتمدها في المركز. رقم 1 نحن عندنا المريض، أولوية يعني قصوى. رقم 2 فريق العمل، ورقم 3 هي الاستمرارية في العلاج. فهذا الثقة اللي أنت تبنيه بين المريض وبين الطبيب يعني يخلق بيئة عمل ويخلق يعني جو يحتاجها الإنسان المصاب بداء السكري. الإنسان المصاب بداء السكري مش مريض عادي عند الضغط وإي مرة وحده ويصير، هذه يراجعك أنت باستمرار. ففي المركز نحن خلقنا هذا الجو، وأيضا عائلي. جو عائلي عندنا نحن يعني مثل ما تقول أول ما يجي المريض يوقع على يعني تعهد بأن يعني consent form، أنه يعني يلتزم بجميع الشروط والقوانين. وهذا أهم شرط، أن نحن عندنا المريض ما يغير طبيبه، أي يقابل الطبيب على نفس الزيارة نفس الطبيب المرة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة نفس الطبيب ونفس الأخصائي التغذية والتثقيف الصحي. الهدف أنك أنت تبني علاقة، العلاقة هاي مستمرة. يمكن أول مرة أول زيارة الطبيب في هناك تاريخ مرضي وياخذ معلومات، فالزيارة الثانية تكون أكثر شيء سوشيال يعني لقاء اجتماعي، ويتخللها طبعا الجانب العلاجي لما شابه ذلك. النقطة الثانية اللي أيضا نحن أخذناها بالنسبة للتفاصيل خدمة المتعاملين، اللي هي خصوصية المتعامل. هني عبد الله أنا بوقف شوية، باخذ هذه المداخلة من ليمة ومن لمية، وبعدين من نتكلم عن خصوصية المتعامل. تفضل اختي لمية. ألو السلام عليكم. يا هلا. لو سمحت ممكن أسأل دكاترة سؤال؟ تفضلي. لو سمحت، أنا ابني مريض سكري وعنده 12 سنة، هل يعني نقدر نستفيد من الخدمات اللي بيقدمها المركز؟ طيب تسمعين الإجابة إن شاء الله. شكرا. شكرا. نعم، نحن طويلة العمر عندنا يعني في الفترة الأخيرة تم أيضا هاي يعني خدمة متميزة تضاف إلى الخدمات اللي يقدمها مركز دبي للسكري. و أبشرت أن مركز دبي للسكري عيادة الأطفال تعد أحد يعني أهم العيادات المتكاملة بالنسبة لعلاج الأطفال بداء السكري، ومعانا دكتور متخصص في علاج أطفال السكري ومعاه فريق طبي متكامل يدعمه في العلاج. فنحن نستقبل طبعا الأطفال في المركز ونستقبل الكبار.
ابنك عمره 12 سنة فممكن نحن ناخذه، ولكن هناك في يعني شروط وقوانين في المركز بالنسبة لمن هم الفئة اللي نحن نستقبلهم. نحن طبعا نستقبل المواطنين والمقيمين في الدولة، وفي طبعا لغير المواطنين اللي هم موظفين حكومة دبي يعني التأمين الصحي يغطيهم. عدا ذلك الفئات الأخرى في رسوم مقابل الخدمات اللي يقدمها مركز دبي للسكري سواء للأطفال أو الكبار. يعني عم بتشوفوا يعني بتشوفوا غير مواطنين أو غير حكومة دبي بس بده يدفع مقابل الخدمة، هذا شيء رائع يعني صراحة. جميل. عبد الله أنا بس دكتورة سامحيني أنا بخلص معاه نقطة خصوصية المتعامل زين، وما نطلع فاصل وما نرجع مرة ثانية ما نفتح الحوار. تفضل. اللي كنت أقصده أخوي محمود من ضمن التفاصيل الفرعية اللي نحن سوينا فيها بالنسبة للمستوى رضا المتعاملين خصوصية المتعامل. الخصوصية المقصود فيها النظام العلاجي اللي موجود في مركز دبي للسكري، أن كل مريض له خصوصية، والخصوصية هاي يعني تتمكن في الفريق الطبي المعالج سواء يعني التغذية أو التثقيف الصحي أو ما شابه ذلك. فيرجع على أساس أنه يعني تكون الخدمة شمولية والخدمة يعني خصوصية لكل مريض على حده. جميل. إذن أنا بستكمل هذا الحوار اللي حقيقة بطرق فيه العديد من المواضيع اللي ممكن تكون كأسئلة تتوارد في أذهان المستمعين، ولكن قبل ذلك يعني عندي مستمع رقية تقول جاوبت عدم تقبل الطعام وحذفوا جواب قالت. طيب نحن ما نحذف جواب رقية، زين ما نحذف الجواب اللي أنت طرشتي زين عدم تقبل الطعام. فالسؤال يقول من علامات استعداد الطفل للفطام جلوسه دون مساعدة أم مراقبته للوالدين أثناء تناولهما الطعام وإبدائه الاهتمام. فطرشونا الإجابات على 4006. بعد الفاصل إن شاء الله منستكمل حوارنا عن مركز دبي للسكري وأيضا عن مرض السكري وأيضا عن التغذية لمرضى السكري. يعني وإذا عندكم مداخلات بعد ممكن تتصلون فينا على 600551414. إن شاء الله الجماعة بيحولونكم على الهواء على طول. فاصل ومرجع لكم. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي. أحسكي أنا تكلمت أن كابتن طيارة صح؟ انزين. عموما أنا الإجازة محمود فأنت ايه لا هيك بعدني إيحاءات بس بنتنفع كابتن طيارة إن شاء الله. نفع عادها أنت كابتن أوريدي كابتن صحة وسعادة. ما نفهم شيء من اللي يقولونه أصلا. لا بس أصلاً. أنت كابتن صحة وسعادة أوريدي. جزاك الله خير. إن شاء الله ناخذ حسين على الهواء. زين قبل لا ناخذ حسين بس خليني بس بذكرهم بسؤال الحلقة. سؤال الحلقة يقول من علامات استعداد الطفل للفطام جلوسه دون مساعدة مراقبته للوالدين أثناء تناولهما الطعام وإبداء الاهتمام في ذلك. وحذفنا نحن عدم تقبل الطعام، هذا السؤال حذفناه الخيار هذا. فطرشوا لنا الإجابات مع الاسم 3 على 4006 وناخذ حسن. حسن تفضل. ألو ألو مرحبا يا حسن. السلام عليكم. يا هلا يا هلا. كيف الحال؟ الله يسلمك. تفضل يا سيدي. عندي كذا أسئلة. أول شيء أصبح على الدكاترة الموجودين معك على ضيوفك. يسعد صباحك. وعندك عدة أسئلة بخصوص المرض، بخصوص موضوعكم أنتم. تفضل يا سيدي. أنا سويت من فترة يعني من شهر تقريبا طلع لي عندي سكري. الدكتور قال لي إن سكري بداية السكري. فمثل ما الدكتورة تفضلت إنه على ما أعتقد السكري فيه نوعين، في نوع من الأنسولين والنوعية ثانية من الأدوية العادية. فحين أنا سؤالي للدكتورة أن التغذية أول شيء، حين أنا أستعد من كل الحلويات سواء شاي ولا إلى آخره كل الحلويات، فسؤالي شو الشيء المفيد
يعني السكر المفيد اللي اكله مع الشاي ولا اي شيء، حتى الفواكه في بعض الفواكه عنده سكر عالي وفي بعض الفواكه. واضح، هذا سؤال واضح. عندها بس كربوهيدرات. حسن بس الدكتور عنده شوية أسئلة بتسألك إياها، تفضل دكتور. حسن لا. أنت تأخذ علاج حبوب؟ لا حبوب البسيط اللي نسيت اسمه حبوب مو مشكلة، أنا بعرف الحبوب بتاعت السكر النوع الثاني. كم عمرك؟ أنا 33 سنة. 33 سنة. نعم. وكم وزنك؟ وزني 95. وطولك؟ 178. سو عندك زيادة في الوزن. عندي عشان زيادة هيك صار عندك. أوكي. التراكمي عندك فكرة كم التراكمي؟ السكر التراكمي لما عملوا لك 7.6. ما عندي وقت وايد. أوكي خلاص بس أنا بعد هيك حاول له شو بدي. زين حسن إذا عندك أي سؤال اختصر لي إياه بس عشان نأخذ مداخلات أخرى. لا بس هلا أنا عندي. جزاك الله خير. جزاك الله خير. مشكور. هلا هلا. في عندنا مداخلة ثانية. طيب دكتور خلينا ناخذ اجابات حسن على السريع. اوكي هلا حسن بالنسبه للاجابات حسب الوزن على الطول وحسب السكر التراكمي، السكر التراكمي 7.6 معناته انت غير منتظم في عمليه الاكل، يعني انت عندك دايابيتك، يور دايابيتك، انت عندك سكري طبعا نتيجه لعدم التحكم بالاكل بصوره صحيحه، وزنك على طولك عالي، يجب انك تراجع اختصاصي التغذيه لأكثر من سبب. أول شيء لازم يمشي النظام الدوائي مع النظام الغذائي اللي انت حينعمل لك عشان أولا ينزل وزنك عشان يصير طبيعي. التراكمي اللي موجود عندك بدنا نوصله للحد الطبيعي لغاية 6 حتى نتأكد انه انت عم بيكون وزنك مناسب. وصدقني مجرد انك تفعل عملية الرياضة مع عملية النظام الغذائي مع الدواء. طبعا انت هلا انا بتوقع انهم اعطوك نوعين من الادويه، يمكن اعطوك جلوكوفاج لحفز التفعيل الانسولين اللي موجود اصلا عندك في البنكرياس لانه يفرز وبالتالي بيفعل عمليه دخوله للخلايا وحرق السكريات الموجوده. الان من ناحيه التغذيه انا حقولك كذا شغله. اولا السعرات الحرارية اللي بتدخل جسمك يجب انها تحسب على حسب انت كم عندك البيزل، يعني كم انت تحرق في اليوم، وهذا يجب انه يعني ما بيبين هيك، بيبين عن طريق معادلة وعن طريق انك توقف عندنا على الميزان اللي هو بيحلل الكتلة الدهنية والعضلية عندك، وبالتالي بعد هيك بنقدر نحط لك النظام الغذائي اللي لازم ينعمل. هاي واحد. اثنين، روح لعدم تناول السكريات البسيطة. عندك السويت الناس فيك تاخد أي نوع منهم لأنه ما إلهم ضرر على مرضى سكري وزيرو كالوريز، بس ما تكتر منهم لأنه ممكن يزيدوا عندك نسبة الدهون في الجسم، يعني إلهم سايد إفكتس إذا أخذتهم بكميات كتير كبيرة. روح للسكريات المركبة أو النشويات المركبة، خلينا أقول الخبز الكامل القمح، الرز الأسمر، حاول تلجأ دائما إلى تقسيم الوجبات إلى 3 وجبات رئيسية ووجبتين خفيفين مع نظامك الغذائي، بس أرجو أنك تشوف أقرب أخصائي تغذية معتمد. خلصنا الحلقة. أسرع من هيك يعني. زي عبدالله أنا أبغي أسأل عن يعني أنتوا في مركز السكري هل تقومون بوضع بعض برامج التغذية أو في تعاون بينكم وبين إدارة التغذية السريرية اللي في هيئة الصحة، أو هل هنالك أخصائيو تغذية يعني يعملون عندكم في المركز؟ نعم. نحن أخوي محمود مثل ما ذكرت في البداية أن مركز دبي للسكري يعمل على منهج علاج متكامل بوسط فريق طبي متكامل، فاللي يساعد الدكتور في التشخيص وفي متابعة الحالة من جانب التغذية اللي هم أخصائيو التغذية والتثقيف الصحي. طبعا نحن كون المركز مركز مثل ما تقول أوت بيشنت كلينيك، يعني ما في تنويم في المركز، فيتم متابعة الحالات هاي داخل المركز أثناء ساعات العمل. طبعا في حالة إذا تم أو احتاج المريض أنه يحول إلى المستشفى للمتابعة، طبعا الدكتورة وفاء معها فريق طبي متكامل يتم متابعة المريض في المستشفى من جانب التغذية إلى أن يتم يعني
خروجه من المستشفى يرجع مرة ثانية للمركز. جميل. عبد الله، أنا ذكرت في مقدمتي عن هذا المركز دكتور وفا أن هذا المركز هو فريد من نوعه على مستوى الشرق الأوسط. جميل كمان. طيب شو اللي يميز هذا المركز عن غيره؟ اللي يميز هذا المركز في أمور طبعا كثيرة. يعني نحن ممكن نحتاج حلقات كثيرة على أساس أن يعني نتكلم في هالموضوع، ولكن بشكل سريع ولكن يعني أول ما لفت انتباه معالي القطامي رئيس مجلس الإدارة ومدير عام هيئة الصحة بدبي خلال زيارة لمركز دبي للسكري، قال اللي يميز مركز دبي للسكري اللي يعملون في المركز، قال أحس أن كل واحد يعني عليه ملامح السعادة وعليه ملامح أنه فريق عمل ويعني مكان عائلي، وهذا الجو صراحة يعني الكل يكلمنا عنه. الشيء الثاني أخوي محمود أنه يعني المنظومة العلاجية هاي مش موجودة أي مكان. يعني أن أي المريض ويتم علاجه بواسطة فريق طبي متكامل ما في أي مكان مثل ما ذكرت في البداية، فهاي ميزة كبيرة تتميز فيها مركز دبي للسكري اليوم. بالإضافة إلى ذلك أن يعني هذا أول مركز على مستوى يعني الدولة أن يشتغل بنظام فريق عمل. رقم اثنين، ما عندنا يعني أول مركز على مستوى الهيئة يعني غير ورقي، أول مركز على مستوى الهيئة نظام إلكتروني كامل بالنسبة للسجلات الطبية في المركز. طبعا في كثير من الأمور ما أدري إذا الوقت يعني يسمح لنا نتكلم فيها، نشوف إذا الوقت يسمح لنا ولا، بس خلني أذكر بسؤال الحلقة لأن باقي لنا 5 دقائق ومنوقف استقبال الإجابات على هذا السؤال. سؤال الحلقة: من علامات استعداد الطفل دون مساعدة أم إبداء الاهتمام للوالدين أثناء تناولهما للطعام؟ وحذفنا نحن إجابة. أنا يعني من بين الأشياء اللي أبغى أتكلم عنها دكتورة، ما أدري أنت عندك بعد أسئلة أعتقد في هذا المجال، بس أنا أبغى أسأل عن موضوع أن في خدمات جديدة أيضا للزائر لمركز دبي للسكري ممكن يكتشف يعني بيئة استشفاء رفيعة المستوى مثل ما ذكرت أخوي عبد الله، ومع كادر يعني سعيد مثل ما قلت. فهذه من الشغلات المهمة، لكن أيضا للمركز جوانب تثقيفية يتوجه بها للمجتمع. صحيح. أنا أتذكر في السنة الماضية كنتوا تسوون مثل gathering ولا تجمع حق مرضى السكري أو أولياء الأمور أو حتى الأقرباء، أنهم يجون كلهم يتجمعون وتعطونهم بعض المحاضرات التثقيفية. صح. حتى من ناحية دينية بعد كنتوا تعطونه بعد كذلك في بالنسبة للصوم ورمضان. نعم. نحن في مركز دبي للسكري نؤمن كلنا إن يعني نحن كلنا نؤمن بالله. نحن نؤمن بالله ونؤمن بالمعلومات. الإنسان المصاب بالسكر يعني يوم يكون عنده معلومات، كثر ما عنده معلومات يقدر يسيطر على حالته بشكل ذاتي، يدير حالته بشكل ذاتي. صحيح. فدور المركز إني نحن ندعم الإنسان المصاب بالسكري بكل الاحتياجات اللي يحتاجها والمعلومات على أساس أنه هو يدير حالته خارج المركز. طبعا يعني هذا جانب، والجانب الثاني التثقيف جزء مهم. يعني أنا كانت عندي مداخلة للأخ اللي كان متصل قبل شوية ويتكلم عن المرض. اليوم في أمريكا هناك باحث أمريكي كان يتكلم قبل فترة دكتورة لو سمعتي، إنه كان يقول الإنسان اللي تم تشخيصه بالنسبة للسكري النوع الثاني مفروض يعني خلال 4 أسابيع يختفي المرض. ليش؟ ليش؟ لأنه يعني هو مجرد يعني نمط حياة. إذا تم يعني راح لمكان يعني مركز متخصص وتم إعطائه برنامج غذائي جيد وبرنامج رياضي ولايف ستايل، المفروض خلال 4 أسابيع ينتهي من المرض، لأنه يرجع هو علاجه بالأكل وبالرياضة وبالنمط الحياة. إنزين، الحين أنت تكلمت عن الخدمات وتكلمت عن السعادة وكذا، أيضا في سؤال يقول ليش ماشي مواقف؟ باركينج.
نحن مو بنا ماشي مواقف، المواقف موجودة ولكن عدد المواقف قليلة، يمكن ما تكون يعني كافية لكل مراجع، لأن نحن اليوم يعني مكاننا غير مكان مستقل فقط لمركز دبي للسكري، احنا اليوم في مكان تجاري ومشاركين مع مؤسسات أخرى، ففي بعض الأحيان يعني تكون زحمة في ساعات الذروة وبعض المرضى ما يحصلون يعني مواقف. طب ليه ما تعملوا فالي باركينج؟ والله نحن هذا سؤال جميل، أوريدي يعني في برنامج مع الـ 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 الملاك على أساس أن نعمل فالي باركينج، ويعني خلال إن شاء الله الأسبوع القليل القادم جدا. خلنا ناخذ أبو راشد. تفضل يا أبو راشد. مرحبتين. يا هلا. أول شيء بغيت أشكركم على هالبرنامج اللي طيب الله يطول بعماركم فيه. صراحة مركز دبي للسكري صراحة أنا من الناس اللي أتعالج هناك عندهم، يعني قائمين بالواجب بأكثر من ما يمكن. أنا جربت عدة مراكز السكري بدون ذكر أسماء يعني في الدولة، ولكن أنا حصلت هني عناية خاصة واهتمام خاص، سواء من الدخاتر اللي نحن نتعامل والبروفيسوري اللي هم موجودين حاليا. نحن ما بنقول عنهم دخاتر لأنهم هم بروفيسوري أوريدي، بنقول لك يعني نحن عندنا، أنا عندي سميرة وعندي دكتور حسون، عندي يعني صراحة حتى وانت جالس تتريى دورك تلقاهم يجون يسألونك. وهذا اللي قلته قبل شوي، نفس إنه ممكن السكري الثاني يتعالج أو يخلص خلال كم من أسبوع ويطلع، هذا ممكن إذا هو مشى على البرنامج اللي هم. لكن تعرفنا نحن أصحاب السكري دائما الممنوع مرغوب. أنا بقول لكم صراحة لأنكم أنتم سكر أصلا. نحن سكر، نحن عيال زايد كلنا سكر. أي صادق. صادق والله، نحن كلنا حلوين وطيبين والناس تحبنا عشان ندمنا حلو. صحيح. بس اللي بنعمي شيء واحد، أنا حصلت عندهم الميزة الطيبة الطيبة، حتى وانت يعني حتى لو الدكتور مسافر ما يقطعونك من العلاج أو يحولونك، لا يخلونك على الدكتور تبعك ويصرفون لك العلاج بناء على حتى لو دكتور ثاني يوقع لك، ولين ما يجي الدكتور مالك وانت عارف له وهو عارف علاجاتك وهو عارف لك كل شيء، ما يقصرون صراحة بأي شيء من أي. نحن واللي يقول لك بالنسبة للمواقف، المواقف شيء رمزي، هذه للبلدية يعني هي للملاك مثل ما قلت أنت، وأشياء رمزية يعني ما لا مقابل اللي نحن نأخذه منهم هذا لا شيء. جزاك الله خير. اللي نأخذه عنهم والله هذا لا شيء، بس أنا أشكرهم جدا جدا على من وقت، لأن أنا كنت أتعالج وياهم من من أيام الوصل ولازلت لين الحين أنا أتعالج عندهم. وإن شاء الله إن شاء الله يعني أي لا بالعكس ما شاء الله. نحن ما نمشي على أنا بقول لك الصراحة، واللي يقول الحق ما يزعل منه. نحن لو نمشي على اللي هم يعطونا إياه، أصحاب دخاتر التغذية اللي يقولون لنا إياه نحن نأخذه بنفس الطريقة، هذا ممنوع. هذا يتيك الإعلانات والله هذه نسبة السكر ما فيه، لو تروح عند الدكتور يقول لك يا أخي هذا ما فيه، هذا فيه خمس معالق أقل، يعني مكتوب لك ما فيه، يطلعون لك إنه ما فيه بس اللي فيه خمس معالق سكر. أنا عندي الوقت وقت البرنامج قاعد يداهمني، ولا ودي أسولف وياك أكثر. الله يطول بعمارك. سلام جزاك الله خير على هذا. ما تقفرون أنتوا على البرنامج واللي خلف الكواليس. الله يسلم. شكرا يا أبو راشد، شكرا على هذه المداخلة. الله يوفقكم يا مرحبا. إذا يعني هذه بعض الإشادات بالمركز، يعني نادر ما نحصلها يعني في الخدمات، لكن أتوقع أن بالفعل دائما نحن نقول أن الوقاية خير من العلاج. نحن هنا أبغي بس أوقف استقبال الإجابات، خلاص راح نوقف إجابات السؤال وبنقولكم الإجابة هي اللي طرش جلوسه دون مساعدة الإجابة صح، واللي طرش مراقبته للوالدين أثناء تناولهم الطعام أيضا إجابته صح. وفي حدا طرش التنتين؟ زين ما حط طرش التنتين للأسف، بس الإجابات كلها سليمة يا جماعة الخير. يعني الحمد لله اليوم ما أتكلم عن كل الأشخاص اللي وين راحوا مراقبة الوالدين. أوكي أوكي، في أسئلة ما أدري وين داخلة هذه الأجهزة. يلا عموما
محمود بس بدي أعلق على كلام عبد الله. عبد الله صح كلامك، لما عملنا إنجاز أكثر عندنا كمان شخص اللي فاز عمره 67 سنة كان يعاني من السكري، وفعلا مع الرياضة ومع النظام الغذائي وقف الأدوية. He's fine. ففعلا إذا التزم الشخص زي ما أنت تفضلت بيحصل على نتائج جيدة، بس هي شوية كوميتمنت. طيب ما أدري، أنا عندي تقريبا شارفت على الانتهاء، إذا في مداخلة سريعة ممكن دخلي لنا إياها، إذا ما في مداخلات سريعة بيطول لا تدخلينا. تفضل عبد الله إذا تبغي تقول شيء قبل لا نختم. أنا بس يعني مع اتصال براشد أحب أني أشكره على اتصاله، وأيضا أقول أن المركز فيه خبرات. أنت قايل لي اتصل برنامج؟ لا والله لا ولا أعرف. رمضان كريم يا محمود. حتى نسيتني ما أعرف ما أعرف شو أقول. لا لا أقول. سلام عليك عبد الله. لا هو هيك محمود بحب يمسح. فأحب إن صراحة أنصح يعني الكل اللي بيستفيد من المركز ممكن يستفيد استفادة كبيرة جدا، لأن في طاقم يعني طبي متكامل، ونحن موجودين يعني إن شاء الله لكل الطلبات وخدمات الناس إن شاء الله. إن شاء الله. تفضل دكتور. إن شاء الله. لا بأيد كلام عبد الله، لأنه فعلا الخدمة اللي موجودة متكاملة، بمعنى أنه حتى الطبيب النفسي ترفي خصوصا للأطفال. أنا ما أبغي خدمات المركز. أنا أبغي أتكلم عن التغذية يعني عن لا كلمة تبغين توجهنا لمريض السكري. يعني الالتزام بالحمية الغذائية ونظام الدوائي والأنظمة اللي تعطى من قبل الكوادر الطبية لمصلحتك للتعايش. شوف مرض السكري مرض صديق يسهل التعايش معه إذا عرفت مفاتيحه، وبالتالي إذا أنا التزمت في الحمية والرياضة والنظام الدوائي بأكد لك بده يعيش ليوصل إن شاء الله إذا ربنا كاتب له العمر الطويل وهو بصحة وسلامة. آمين يا رب. نتمنى الصحة والسلام للجميع. مثل ما قلنا السؤال كان من علامات استعداد الطفل للفطام هي جلوسه دون مساعدة، وأيضا مراقبته للوالدين أثناء الطعام تناولهم الطعام. الفائزين معانا ندى أحمد سعيد، ندى أحمد سعيد وأشواق، طبعا قررت أن توزع جهازين اليوم. فالفائزة الثانية بعد نجلة سمير، بيتواصلوا معاكم إن شاء الله الكنترول. ألف مبروك. الحريم فعالين في صحة وسعادة. سمير سليمان منو بعد ثلاثة اليوم؟ يا سلام ها الرجال. إيه خلينا نجلة سمير سليمان. أوكي. عبالي بعد ثلاثة جزء ما أدري. أوكي نجلة سمير سليمان وندى أحمد سعيد هم الفائزين معنا. نحن قلنا دكتورة بس عشان قبل أختم استكمالا لهذه المعلومة اللي يعني استفدتها منكم، أن نحن قلنا استعدادات الطفل، استعداد الطفل للفطام يعني معناته متى يبدأ يأكل. نعم يأكل هذا هو بيعطي إشارات سبحان الله. أي فغير هذا نحن كنا نقول أن قبل ست شهور لا تعطونه. نعم إذا كان عم بياخذ الرضاعة الطبيعية من الأم فهو أفضل حليب وهو متكامل ما يحتاج أنك تعطيه أي شيء. بعد ست شهور تبدأ في الأطعمة التكميلية للطفل. نعم. جميل. وهذا في تطبيق طفلي موجود. أستاذة وفاء عايش، الدكتورة وفاء عايش مدير إدارة التغذية السريرية، شكرا لك. أستاذ عبد الله الجمعة مدير الشؤون الإدارية في مركز بيت السكري أيضا شكرا لك. العفو الله يبارك. وكل الشكر لمخرجتنا ميثة بن بيات، وأيضا في التنسيق كانت معكم أشواق مسعد، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف، والشكر الأكبر لكم مستمعينا على تفاعلكم مع هذا البرنامج. نحن عندنا في رمضان تقريبا ثلاث حلقات بعد ثلاث حلقات عندنا في رمضان. زين وإن شاء الله منحاول خلال هاي ثلاث حلقات بعد نوزع جهازين صح ولا خلصوا؟ بتشوفين إن شاء الله بتشوف أشواق. فليه ما تشوف نحن نقولكم نستقبلكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. دمتم بصحة وسعادة إن شاء الله. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.